جمالها خلاها واحدة من أهم نجمات الإغراء في السينما، بس تعرضت لمشاكل بسبب أدوارها المثيرة، ورد فعل والدها كان قوي جداً لما شاف مشهد جريء ليها وقرر يعاقبها بطريقته، بس عقابه كان غريب. تعالي أقول لكم حكاية فريدة سيف النصر نجمة الإغراء اللي عرضت فلوس كتير علشان تحذف مشهد إغراء ليها مع الزعيم عادل إمام. اللي طالعة فيه ديكولتيه بتاعي مع عادل إمام، الله يخرب بيت الفراخ على يومها، على يوم ما تقفش. وهتعرفوا سبب خلعها الحجاب، تابعوا معانا لآخر الفيديو. فريدة سيف النصر اتولدت سنة 59 وحبت التمثيل من صغرها، وده اللي خلاها تنضم لفرقة التمثيل والموسيقى في مدرستها، وبعدها اتقدمت في مسابقة ملكة جمال الصيف ونجحت، ومن هنا اكتشفها المخرج حسام الدين مصطفى، وكمان لفتت نظر الفنان جورج سيدهم وضمها لفرقة ثلاثي أضواء المسرح، وبعد كده انطلقت في مجال الفن، وعملت فريدة فيلم 424 وطلعت في مشهد لابسه بدله رقص مكشوفه. وبعد ما اتعرض الفيلم ده والدها شاف المشهد وقرر يعاقبها بطريقته، وقال لها لو عاوزه تكملي في الفن لازم تتجوزي. وكانت عائله والدها وكل اصحابه ضباط شرطه، وكان متقدم ليها اللواء اسامه الشافعي ابن واحد صاحبه، وهي كانت متضايقه في الاول وما كانتش عايزه تتجوز، لكن بعد ما شافته لقيته وسيم جدا فاعجبت بيه ووافقت على الجواز منه. وبسبب جوازها كانت بترفض فريده تقدم القبولات في السينما، وقالت في لقاء تلفزيوني ليها بسبب جوازي ما كانش ينفع اتباس. لجوازه ما كانش ينفع اتباس، انا كان نفسي والله يعني في ممثلين حلوين عايزه ابصهم بس ما قدرتش يعني. الظروف منعتك. انا كان نفسي والله، لان كان في ممثلين حلوين كنت عايزه ابصهم كلهم بس ما قدرتش، وعوضت المشاهد دي بالايحاءات. وخلفت فريده من جوزها اسامه الشافعي ابنها الوحيد محمد، واللي كبر وبقى شاب واتجوز وخلف بنتين، ونشرت صور مؤخرا بتجمعها بيهم. واتحجبت فريدة في فترة من حياتها وبعدت عن مجال الفن، وقالت إنها متدينة بطبعها، وكانت بتصلي مع الفنانة نورة حوالي 40 ركعة بعد كل فيلم يصوروه. وبعد رحيل والد فريدة بدأت تحضر دروس دينية مع الفنانة شهيرة وكمان الفنانة سهير رمزي، واقتنعت بالحجاب وتحجب معاها في نفس الوقت ده الفنانات سوسن بدر وغادة عادل وعبير صبري، لكنها بعد كده خلعت الحجاب وقالت إن السبب كان خيانة جوزها ليها، وقالت إنها كانت راجعة من درس دين لقت صاحبتها الانتيم مع جوزها في البيت، وبعدها قررت تخلع الحجاب لان جالها حاله عدم ثقه في نفسها، وبعدها انفصلت عنه. وبالرغم من مرور اكتر من 30 سنه على انفصالها ما اتجوزتش تاني لغايه دلوقتي، وقالت ان السبب هو انها كرهت كل الرجاله بعد ما تعرضت للخيانه من جوزها وما حبتش تكرر التجربه تاني. وعبرت فريده عن ندمها عن مشهد جريء صورته مع الفنان عادل امام في فيلم مين فينا الحرامي، واللي اشتهر بجمله عادل امام كان بيقول فيها كنا بنقفش في الفراخ، لدرجه انها عرضت مبلغ كبير علشان يتحذف، وده لانه عمل لها مشاكل كتير مع جوزها، بالاضافه ان نشطاء السوشيال ميديا بيعايروها بالمشهد ده لغايه دلوقتي، وده بيتسبب في حزن ليها ولاسرتها. وكمان اتعرضت فريده لموقف صعب جدا في حياتها، وده لما تساقط شعرها كله، وقالت ان في واحده حسدتها خاصه انها كانت معروفه بجمال وتقل شعرها، وفجاه لقت شعرها كله وقع وراحت لدكاتره كتير، لكن كلهم قالوا لها خلاص مفيش امل انه يطلع تاني، واضطرت في الفتره دي انها تلبس بواريك، لغايه بقى ما في مره قابلت واحده كانت تعرف اللي حصل لها وقالت لها على وصفه من العطار بتتكون من الخردل والبصل والثوم والخل والعسل، ولما جربتها فعلا شعرها طلع وبقى اتقل من الاول كمان. قولوا لنا بقى انتم في التعليقات ايه اكتر دور بتحبوه للفنانه فريده سيف النصر.